ماينك يعني فارم وهذه الشركه التي قامت بالتحديد الاخير هي قامت فقط بالاير دروب الذي قامت به هذه الشركه سوف تعطيك اير دروب مجاني نعم يعني كل وحده الجيجاش التي انت عندك معهم سوف تحصل على اير دروب نعم وساشرح لك الكثير الكثير من المزايا مثلا اذا ان تقوم بالدخول في هذه الشركه وان يصبح لك دخل معك تقطع الرابط سوف يجي اسفل هذا الفيديو سوف تنبثق لك واجهه تقوم بادخال الكابتا سوف تنبثق لك واجهه عبر الشكل التالي هكذا الحمد لله نحن اخوان مع بعضنا البعض هنا تقوم النيم هو اي اسم هنا اليوزر نيم الاسم الذي تدخل به الى هذه هنا الباسورد ثم عاد يعني الباسورد هنا الايميل ثم اعادة يعني كتابة هذا الايميل ثم تقوم بادخال هذه الكابتشا نعم تقوم بادخال هذه الكابتشا نعم تقوم بادخال هذه الكابتشا ثم فاليدي وتقوم كذلك بعمل ريجستر وان تقوم بالتسجيل ثم تذهب الى الايميل الخاص بك وتقوم بعمل كونفيرم يعني يعني تاكيد هذا الحساب انه يشتغل حساب خاص بك يا اخي نعم معلوم. تقوم بالدخول مباشره الى حسابي هنا لوجين تقوم بالدخول مباشره الى هنا لوجين نعم اخواتي هذه واش هذه الشركه الممتازه والرائعه كما اشرت اليها الشركه فقط قامت بتبديل الدومين الخاص بها لا تجد أي ارباح خيالية او شيء من هذا القبيل هذا مشروع تعدين سحابي اخوتي نعم كلما كانت لديك طاقه الجيجا تحصل على نسبه معينه من الارباح ليست بارباح 10% في اليوم او شيء من هذا القبيل فقط اشتري وحده الجيجا نعم معلم اولا ساقوم بالتطرق الى شرح الاير دروب الذي قامت به هذه الشركه مثلا انت لديك هنا مثلا لديك كميه من الجيجا يعني يا اخوتي الكثير يتساءل هذه الجيجا يعني اذا اردت مدخول يومي يعني عليك دائما ان تقوم باعاده الاستثمار يعني الارباح التي تحصل عليها قم باستخراجها وكذلك اشتري عقود جديده في الثلاث اشهر في الستة اشهر في السنه في الثلاث سنوات في 15 سنه في اللايف تايم يا اخواتي دائما يمكنك فتح اي عقد اي عقد في دقيقه في دقيقتين حتى اذا اشتريت عقد من في دقيقه يمكنك كذلك شراء عقد اخر نعم هذه شيء ممتاز عبر هذه الشركه قم باستخراج الارباح وقم كذلك باعاده استثمارها نعم اذا اردت ان تصل الى الى مونطون كبيره في وحده الجيجا صراحه راه راه اجد راه مدى رئيس رئيس راه أشخاص لديهم مئة ألف مئة ألف جيجا راه راه ماذا سأقول لك راه أرباح خيالية راه مئة ألف جيجا لديه راه شيء عادي أن يكون لديك 100000 ألف راه مئة ألف أكثر من مئة ألف راه صراحة لا يعقل نعم دائما قم بعمل ديفلوب لنفسك لطريقتك في الاشتغال عبر الانترنت التطور خطوة بخطوة سر النجاح نعم دائما راسلني إذا لم تعرف أي شيء فقط راسلني عبر الصفحة الخاصة بي وسوف أقوم بنصيحتك بأحسن وأهم الخطوات التي يمكنك أن تقوم بتتبعها عبر مسار الربح هنا الانترنت أو التداول أو الربح المجاني أو شيء من هذا القبيل فقط قم بعمل لايك لصفحتنا وأرسلني على العموم نحن إخواننا ترانا بعضنا البعض الحمد لله هنا تقوم بشرح هذا نعم هو هذا الإير دروب الخاص بهم يا إخوتي نعم ليكون في علمكم هذا الإير دروب سوف ينطلق في 1 ماي نحن نحن لازلنا في أزيل هو سوف ينطلق في 1 ماي يعني هذا الإير دروب كم كلما كان كلما كان كل كانت لديك وحدة أجي كاش نعم وحدة أجي كاش مثلا لديك مثلا لديك 1000 2000 3000 4000 20000 50000 جيكاش سوف تحصل على هذا الإير دروب يعني الإير دروب يا أخي إخواتي هو مشروع في الطرح الاولي عندما يتم بيع هذا الايردروب نعم في لان مثلا ان مثلا شركه كريبتو سوف تقوم بدعم هذا الايردروب عندما ينطلق الى احد المنصات نعم انت سوف تقوم كذلك بهذا الايردروب الخاص بك نعم سوف يكون لك مقدار منه من شركه الكريبتو سوف تذهب انت بي. سوف تقوم بوضعه في احد المنصات التي سوف تستقبله نعم مثلا مثلا منصه البيتريكس او اي منصه تدعم هذا الادراب. سوف تذهب به الى هناك وتقوم باما استخراجه عبر البيتكوين اما استخ... ان تقوم بالتداول به اما ان تقوم باستخراجه باي عمله اردت مثلا تريد بالبيتكوين تقوم باستخراجه بالبيتكوين هذه اشياء ممتازه جدا وقد وضعته هذه الشركات كريبتو لهذا اقول لكم ان هذه الشركه موجوده على ارض الواقع لا يوجد بتاتا اي شيء خيال ان شاء الله بطريقه ممتازه الان ساقوم بشرح لك كيف يمكنك الاستثمار عبر هذه الشركه سهل جدا مثلا على سبيل المثال الان سوف تختار هنا اللايف تايم اللايف تايم عليك دفع لهم بي عبر اليونات. عمله اليونت اخوتي ولقد قمت بشرح طريقه دفع لهم سوف مثلا تريد استثمار تقوم بعمل هنا باي سوف تقوم بالذهاب الى منصه اليوبيت وشراء وحدات شراء اليونت بالبيتكوين وذلك اليونت تقوم بارساله الى هذه الى شركه كريبتو ماينك مثلا على سبيل المثال تريد الاستثمار في مده سنه مثلا مده سنه او ستة اشهر او شيء من هذا القبيل مثلا مثلا على سبيل المثال مثلا مد... مدة مد... سنة سنة أو ستة أشهر على سبيل المثال مثلا تريد الحصول مثلا على عشرون دولار يومية عشرون دولار يومية لن تحصل عليها في شركة أو شيء من هذا القبيل أخي ليكون في علمك نعم أنا أقول لك اشتغل في منزلك خير من أن تذهب وتشتغل عند الشركة أو شيء من هذا ماذا سوف تعطيك هذه الشركة 150 وخمسون دولار في الشهر هذه هذا الشركة سوف تعطيك على أقل 500 دولار اذا قمت بعمل استراتيجيه اعاده الاستثمار دائما لاحظ ما يجد مثلا انا اريد مثلا على سبيل المثال اريد 20 دولار في اليوم 20 دولار في اليوم علي ان اقوم بالدفع له هم هذا المونطون بالبيتكوين اخواتي نقوم بعمله كوبي اين هو اذا اردت الحصول على 20 دولار يوميا يوميا لمده سنه عقد هذا هو العقد الخاص بي انا انت اختر العقد الذي تريد انت مثلا هنا انظر كم 2924 دولار مثلا سوف احصل على 20 دولار يوميا اكثر من 20 دولار اخواتي اللي كنا في مثلا 3000 دولار نعم نقوم بجلب الحاسبه نعم انظروا هنا مثلا 20 دولار مضروبه في مد... في 30 كم تساوي 600 دولار 600 دولار سنقوم بضربها في 12 شهر يا اخوتي كم سوف تساوي سبعه الاف دولار يعني نقوم بعمل ناقص 3000 دولار يا اخواتي نعم كم ستعطون 4200 دولار في مدة سنة لن تحصل عليها عند شركة اخواتي اتبع مثلا مثلا هذا الاستثمار في شركة كريبتو مايننج فارم الفوزاكس الموقع الاستثمارية الناجح التي انصح بها كذلك استثمر في التداول عبر العملات الالكترونية قم بجمع من المواقع المجانية وسوف تحصل على نتيجة ايجابية ان شاء الله كذلك نفس الشيء مع اذا اردت في خطة ستة اشهر كذلك نفس الشيء نعم قم بعمل حساب الخاص بك مثلا انا كما قلت مثلا هنا في مدة السنة تقوم بعمل هنا باي وتقوم بارسال لهم هذا المال يا اخي نعم في من المحفظه الخاصه بك عبر هذه الادرس وانت تقوم بشراء وحدات الجكاش نعم عبر هذه الشركه الممتازه والرائعه اي تساؤل انا في الخدمه نعم على العموم الحمد لله اذا اردت التسجيل عبر الشركه مالك تضغط على الرابط اللي لسو... سوف سو... تجد اسفل هذا الفيديو الحمد لله نحن إخواننا تماما بعضنا على بعض. واي تساؤل راسلني اخوتي انا فقط جئت لك اوضح بعض الامور المهمه مثلا الدومين الخاص بهم مثلا الايردروب نعم كيف تقوم بالحصول على الايردروب الخاص بهم هنا سوف تجد الارباح اليوميه الخاصه بك نعم هذه الارباح اليوميه التي تريدها انت تقوم بتحديدها من هنا صراحه اشياء ممتازه فقط على سبيل المثال اذا لم تريد فقط ربح فقط قد قم باختيار ستة اشهر ستة اشهر او سنه او ثلاث سنوات اذا اردت مدخل يومي او او شهري نعم الحمد لله هذه الشركه تشتغل منذ زمان اخوتي الحمد لله عليها توفر لنا مدخول يومي ودائما النصيحه التي اتبعها انا وانصح بها الكثير من الاخوان هي ان الارباح التي تقوم بالتحصل عليها قم باعاده شراء عقود جديده في السنه في ستة اشهر في ثلاث سنوات نعم مثلا انت كمبتدئ ابتدئ باللايف تايم حاول حاول الشراء نعم آه كنصيحه اذا لم تقوم إذ لم تكن مستثمر على الاقل شراء 20 جيجا لن يتوفر لك السحب اخي مثلا 20 جيجاش يمكنك شراء بوحده الجيجا مثلا هنا تقوم بوضع هنا الباي ناو عبر الشكل التالي كذا وتدفع لهم في اللايف تايم عبر اليونت اللايف تايم 15 سنه يمكنك تدفع لهم عبر عمله اليونت هم يقومون بدعم هذه العمله تذهب الى المنصه اليوبيت التي اشتريت بها هذه العمله وتقوم بارسال لهم من المنصه اليوبيت هذا العدد او اكثر نعم تقوم بارسال لهم بهذا العدد في هذا الادرس وان تقوم بالاستثمار عند مشتري 20 جيجا عبر هذه الشركه اخوتي نعم هذا فقط التحديث الاخير كما اشرت السؤال كيف يمكنك ان تحصل على 400 و200 دولار في مده وجيزة لا تتجاوز سنه اخوتي باستراتيجيات هذا هو الربح على الانترنت انا لا اقول لك انك ادخل وقم بالتسجيل في احد المواقع وتحصل على 1000 دولار مجانيه نعم لا لا شيء لا يوجد اي شيء من هذا بتاتا اخوتي المال يجلب المال هذه هي فكره قم بوضعها في نفسك يا اخي وحاول دائما التطور خطوه بخطوه مثلا لديك 100 دولار 200 دولار قم بحاول ان تقوم بالتركيز عليها وان تجعلها 200 دولار 300 دولار 400 دولار 20 دولار حاول ان تقوم بالتركيز كذلك واجعلها 200 دولار 100 دولار الاستراتيجيه تتعرف الانترنت خطوه بخطوه لن ياتيك شيء هذا ان منترا كما اقوله دائما نعم مع ان ممكن معكم تخلفه من اهم الشروحات واهم الافكار التي يمكنك ان تنصح بها